قال الممثل الأمريكي الخاص لعقوبات إيران بريان هوك إن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بمنح مساعدات تنمية لإيران يبعث رسالة خاطئة في توقيت خاطئ. وحث هوك بروكسل على التعاون مع واشنطن للمساعدة في إنهاء تهديدات إيران للأمن العالمي. وأضاف بريان هوك في بيان إن وجود قدر أكبر من الأموال في يد النظام الإيراني يعني مزيدا من الاغتيالات في كل تلك الدول الأوروبية. وتابعه قائلا إن المساعدة الخارجية من دافع الضرائب الأوروبيين ترسخ قدرة النظام على تجاهل احتياجات شعبه ويعطل إجراء تغييرات سياسية جادة.